لحضور هذه التظاهرة العلمية وعنوانها مرافقة المبتكرين، وكذلك مسابقة من أجل اختيار وتشجيع المبتكرين. أنا ما أقوله أن الدولة الجزائرية تولي أهمية كبيرة لأصحاب الأفكار وأصحاب المشاريع، اللي فيه مسابقة وطنية لأحسن مؤسسة مبتكرة، واللي رح يكون فيه توزيع لجوائز أحسن مؤسسة مبتكرة لهذه السنة قبل نهاية شهر ديسمبر من قبل السيد وزير الصناعة، وكان تنظيم مسابقة أحسن اختراع بالنسبة لأحسن بحث على مستوى الجامعة لهذه السنة، ولذلك تم تنظيم هذا الصالون واللي خص فقط الباحثين. اليوم تزامنا للصالون 11 للابتكار المنظم من قبل المعهد الوطني للملكية الصناعية، المديرية العامة للأمن الوطني شارك في هذا المعرض نظرا للقيمة والعصرنة اللي أصبحت تتميز بها في مجال مكافحة مختلف الجرائم، والهدف دائما يبقى حماية الأشخاص والممتلكات. المديرية اليوم شاركت بعدة مديريات تابعة لها على غرار مديرية الوحدات الجوية للأمن الوطني، كذلك مديرية المصالح التقنية، مديرية الأمن العمومي، مديرية الشرطة القضائية، وكذا خلية الاتصال والصحافة المديرية العامة للأمن الوطني اللي عمدت على التنسيق مع المعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية لإقامة مثل هذه المعارض، والهدف كما قلت قبل قليل هو حماية دائما الأشخاص والممتلكات.